كلمات نبع من القلب ومن حرص ومحبته لهذا الوطن ولهذه الشعوب. فتحية لك يا شيخ جميل. أيضا أريد أن أقول كلمات كما قلت بأن هذه الثورة الفلسطينية التي تواجه احتلالا منذ عام 1948 نؤكد من جديد بأن هذا الشعب وهذه الثورة على العهد. وننتهز هذه المناسبة لنقول كما قلنا كلمة حق الشكر، كل الشكر والامتنان والعرفان للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا لما نلمسه ونعيشه. ونحن لا نقول كلمات للتصدير وإنما نعبر عن علاقة تاريخية متينة وثابتة على أسس واضحة بين الجزائر وفلسطين. فالجزائر كانت دائما سباقة وكانت دائما محتضنة لهذه القضية العادلة. ونرى كما قلت ولا أتعب من قولها، أنا أرى بأن قضية فلسطين هي قضية الجزائر. شكرا لكم.